السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن معادلة شهادة الهندسة في كندا، وسنتحدث عن كل الخطوات العملية التي يجب على كل شخص راغب في العمل في كندا كمهندس اتباعها. وبإذن الله تعالى باتباع هذه الخطوات ستضمن إن شاء الله تعالى الحصول على عمل في تخصصك. أولا، لماذا الهندسة ولماذا كندا بالذات؟ في حقيقة وردتني أسئلة كثيرة جدا من إخوة راغبين في الإقامة في كندا أو العمل في كندا، والكثير منهم الحاملين لشهادات عليا ويسألوا عن مسألة المعادلة وكل هذه الأمور، ولكن السؤال الأكبر يأتي من شريحة المهندسين. هنالك صراحة أسباب تجعل الكثير من المهندسين راغبين في العمل في كندا. السبب الأول والأهم هو ارتفاع دخل المهندسين في كندا. كما ترون في القائمة التي تظهر أمامكم الآن، المهندسين يعني يحظوا برواتب عالية في كندا، تخصصات مثل الهندسة التعدينية في مدينة كالجري وهندسة البرمجيات في مدينة فانكوفر. كما ترون الراتب الذي يكون لمهندس ليس ذي خبرة، يعني مهندس حديث التخرج أو عنده خبرة سنة إلى سنتين فقط، يصل إلى 80,000 دولار كندي في السنة. وكشخص مقيم في كندا وموجود في كندا أستطيع أؤكد أن هذه المعلومات فعلا صحيحة. أيضا يعني لو نظرنا حتى لأقل التخصصات من ناحية الرواتب، وهذا كله كمتوسط، لو نظرنا مثل الهندسة المدنية والهندسة البيئية يصل إلى تقريبا 57,000 دولار في السنة لشخص لا يمتلك خبرة طويلة أو يكون حديث التخرج. فكما ترون حتى الراتب الأقل يعني يعتبر راتب جيد جدا ودخل جيد جدا، وهذا يشجع الكثير للقدوم إلى كندا، بالذات شخص مثلا عنده خبرة 5 إلى 10 إلى 20 سنة كمهندس وعنده شهادات عليا ويتحدث اللغة الإنجليزية وكل هذا، فهذا سيجعله بلا شك في مصاف 100,000 دولار كندي في السنة. فالدخل العالي هو بلا شك السبب الأول الذي يجعل الكثير من المهندسين راغبين في الانتقال إلى كندا. السبب الثاني الذي يجعل الكثير من المهندسين راغبين في الإقامة والعمل في كندا هو الخبرة العملية المكتسبة في كندا، هي خبرة مهمة جدا جدا. والسبب هو كندا كدولة لديها مقاييس ومعايير شديدة جدا من ناحية التطبيق، تجعل الخبرات المتراكمة للشخص في كندا مقدرة حول العالم، وذلك جدا ظاهر في مقدار العروض التي تأتي للمهندسين المقيمين في كندا من خارج كندا. وأخيرا بلا شك أن الإقامة في كندا والعمل في كندا ستؤهلك في فترة لاحقة للحصول على الجنسية الكندية. كما تعلمون أي شخص عنده الإقامة الدائمة ويعمل ويقيم في كندا لمدة 4 سنين يحق له التقديم والحصول على الجنسية الكندية، وهذا أمر مغري جدا، لأنه كما تعلمون في دول كثيرة حول العالم الآن ممكن تقيم فترات طويلة جدا ولا تحصل على الجنسية، مع أنه البعض قد يرى أن الجنسية أمر غير مهم، ولكن هي فعلا أمر مهم لاستقرار الشخص ولإحساسه أنه على المدى الطويل والمدى البعيد هو في مأمن، ولا يفكر كثيرا في هذه الناحية في مستقبل أبنائه. لذلك هذا أمر آخر يشجع الكثير من المهندسين للقدوم إلى كندا. السؤال الثاني الذي نطرحه هنا هو لماذا تحتاج معادلة شهادتك؟ السبب الأول هو كندا كدولة فيها أنظمة شديدة في بعض الأحيان من ناحية التطبيق، وفيها شفافية عالية جدا. هناك خطين رئيسيين للمهن التي ممكن يسلكها أي شخص. الخط الأول هي المهن الريجوليتد أو المهن المنظمة، وتوجد نقابات ومؤسسات تنظم عملها. والنوع الثاني هي نون ريجوليتد، المهن التي لا توجد لها نقابات أو هيئات حكومية أو شبه حكومية تنظم عملها. مثال على المهن الريجوليتد هي مهنة المهندس، مثال على المهن الغير ريجوليتد هي أو النون ريجوليتد عفوا هي مثلا إداريين، مثلا كإداري هذه المهن ليست ريجوليتد، أو أيضا خدمة العملاء وغيرها. لذلك مهنة الهندسة هي مهنة ريجوليتد، وإذا تريد تعمل كمهندس دائما سيطلب منك عندما تقدم عليه عمل
هل أنت مسجل كمهندس احترافي؟ هل عندك شهادة الاعتماد لذلك؟ هل عندك رخصة ممارسة المهنة عفوا؟ لأنه حتى بعض التخصصات داخل الهندسة، التخصصات الدقيقة داخل الهندسة تحتاج رخصة أخرى غير الرخصة الأساسية، بالذات الأمور التي تتعلق بالسلام والأمن العام وصحة المواطنين. لذلك الهندسة مهنة regulated. وهنا يوجد سؤال مهم جدا، وهو قد يجعل البعض يحتار قليلا. السؤال هو: هل الشركات مجبرة أنها توظف فقط المهندسين الذين لديهم رخصة؟ الإجابة هي لا، الشركة ليست مجبرة أن توظف كل مهندس يعمل فيها ويكون مهندس حاصل على رخصة العمل كمهندس احترافي. تحتاج فقط أن المهندس المشرف على المشروع يكون مهندس عنده هذه الرخصة، لكن كل مهندس تحت هذا المهندس لا يحتاج أن تكون لديه الرخصة. لذلك قد تسمع بعض الأحيان عن مهندس وجد عمل دون أن يعادل شهادة أن يعمل كل هذا الأمر، وهذا قد يعود لأنه تخصصه نادر وخبرته قوية جدا، وشخص الشركة تشعر أنها في حاجة شديدة له. وهذا أمر فعلا وارد. وأتذكر عندما كنت في الجامعة في ماليزيا، وأنا ما زلت في الجامعة، أحد الإخوة الفلسطينيين كان ما زال أيضا في الجامعة يدرس، ولكن كان مهندسا برمجيا نشيطا جدا، وما شاء الله تبارك الله كان عنده قدرات قوية جدا، فوظفته شركة كندية كمهندس برمجيات حتى قبل أن ينهي دراسته، وعملت له عقد عمل وانتقل إلى كندا. هذا مثال قوي جدا وحي أمامنا أنه الشركة ليست مجبرة، ولكن هم جدا شديدين في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه إذا حصل خطأ معين في العمل، أو مثلا ذهبت أزهقت أرواح لا سمح الله أو شيء مثل هذا، قد تلام الشركة أنهم وظفوا شخص لا يملك الرخصة. لذلك هم شديدين جدا في هذا الأمر. ثالثا، ما هي الجهة التي تعتمد المهندسين والجهة التي تعطيهم رخصة ممارسة المهنة؟ هذه الجهة هي The Canadian Council of Professional Engineers، واسمها باختصار هو Engineers Canada أو مهندسي كندا. داخل هذه الجهة يوجد قسم خاص وهو Canadian Engineers Accreditation Board، وهي جهة خاصة باعتماد المهندسين وإعطاهم رخصة ممارسة المهنة وإعطاهم الشهادة التي تحق لهم من خلالها وضع اسم أو لقب مهندس احترافي في سيرتهم الذاتية وحتى في البطاقات الشخصية. وتحت هذه الهيئة توجد 12 هيئة أخرى أو جمعية مهندسين متوزعة حول ولايات كندا، واحدة في كل ولاية. والشخص حسب مكان إقامته أو حسب الولاية التي يذهب وينتقل لها يقدم من خلال تلك الجهة. فإذا مثلا انتقل الشخص إلى ولاية ألبرتا يقدم في إنجينيرز كندا الموجودة في ألبرتا، إذا ذهب إلى ولاية بريتش كولومبيا فيقدم في إنجينيرز كندا الموجودة في ولاية بريتش كولومبيا. وفي أسفل هذا الفيديو ستجد كل الروابط لكل الجهات التي ذكرتها في هذا الفيديو. الآن، ما هي المعايير التي تستخدمها هذه الجهات؟ مع العلم أن كلها تستخدم نفس المعايير الأساسية، ما هي المعايير التي تستخدمها حتى تعتمد المهندس؟ المعايير هي 5 معايير رئيسية. أولا، المعيار الأول هو المعيار الأكاديمي، حيث يتم النظر للشهادة من الناحية الأكاديمية والتأكد أنها تعادل الشهادة الكندية. في حالة أنها لا تعادل الشهادة الكندية، قد يطلب من المهندس دراسة بعض المواد والنجاح فيها ثم العودة مرة أخرى، أو قد يطلب منه الجلوس لاختبار قدراته كمهندس. المعيار الثاني هو معيار اللغة، حيث أنه يطلب من الشخص جادة اللغة الإنجليزية، أو إذا مثلا قدم في ولاية كيبك فبالتالي يطلب منه جادة اللغة الفرنسية. المعيار الثالث هو السيرة الحسنة، بحيث أنه الشخص ما يكون عنده سوابق مثلا، أو يكون شخص مطلوب في من جهة معينة. المعيار الرابع هو أخلاقيات المهنة، أنه كمهندس يعني عنده سيرة حسنة في مجال عمله بالذات، ويكون عالم بأخلاقيات المهنة كمهندس. وهذا الأمر يتم التأكد منه من خلال الجلوس لاختبار خاص موجود في أخلاقيات المهنة. المعيار الرابع والأخير هو الخبرة العملية، حيث يتم النظر لخبرة السابقة للمهندس وقياسها هل تعادل خبرة عملية في كندا.
الحد الأدنى للمطلوب هو سنة واحدة. في بعض الولايات قد يطلبوا 3 إلى 4 سنوات خبرات سابقة، وهذا الأمر إن شاء الله ليس صعبا. والسبب هو أن الشخص عندما يقدم على الهجرة إلى كندا، واحدة من الطلبات أنه يكون عنده خبرة 4 سنوات عملية. فبالتالي أي شخص يحصل على الإقامة الدائمة ويهاجر إلى كندا، فبالتالي هو تنطبق عليه كل هذه الأمور. المحور الرابع الذي سنتحدث فيه اليوم هو آلية التقديم. التقديم يبدأ بانتقال الشخص إلى كندا، حيث لا يمكن التقديم والشخص خارج كندا، لأنه واحد من الشروط الأساسية للتقديم أن الشخص يكون عنده الإقامة الدائمة في كندا أو يكون كندي الجنسية. فعندما ينتقل الشخص إلى كندا ويصل كندا، يقدم على إنجينيرز كندا الموجودة في الولاية التي هو مقيم فيها. سيتم بعدها النظر للخمس الأمور التي ذكرناها: خبرته العملية، شهاداته، السيرة الحسنة، وكل هذه الأمور. الأمر الأهم هو مسألة الشهادة. إذا عادلت شهادة كندية، فبالتالي لن يحتاج الشخص للجلوس لأي اختبارات في مسألة مواد دراسية وكذا. إذا لا تعادل كندية، سيتم إخباره بتعادل أي سنة في كندا وأي المواد التي يحتاج دراستها، وحتى يمكن يوصوه ببعض الجامعات التي ممكن يتحق بها لدراسة تلك المواد. لنفرض أن الشخص قيل له أنه لا تحتاج دراسة أي شيء، أو أنه درس تلك المواد ونجح فيها، فيتم تعيينه كمهندس تحت التدريب لمدة تتراوح ما بين 1 إلى 4 سنوات حسب الولاية التي هو موجود فيها. هذا الاسم مهندس تحت التدريب هو فقط لقب، لا يتحكم كثير في راتبك. يعني الشركات عندها بناء على خبرتك العملية السابقة وقدراتك يتم تحديد راتبك. هذه فقط مرحلة قبل مرحلة لقب المهندس الاحترافي. بعد ما تأخذ هذا اللقب من 1 إلى 4 سنوات وتنتهي من تلك الفترة، يتم بعدها إعطائك لقب مهندس احترافي. لنفرض أن الشخص قدم وتمت معادلة شهادته، وجدوا أنها لا تعادل شهادة كندية ويحتاج دراسة مواد كثيرة. ففي هذه الحالة قد يطلب منه الجلوس لاختبار قدرات. اختبار القدرات يتكون من 3 محاور رئيسية. المحور الأول هو سيتم اختبارك على مواد العلوم الموجودة في جامعات كندا لمرحلة 1 الأولى في الجامعات الكندية، وسيتم اختبارك على معلومات عامة لها علاقة بالأمن والسلامة من ناحية عمل المهندسين. والمحور الثالث هو سيتم اختبارك في مواد التخصص الذي أنت فيه. إذا مثلا أنت مهندس مدني، سيتم اختبارك في مواد التخصص الهندسة المدنية الموجودة في جامعات كندا للسنة 3 والرابعة في الجامعة. في أسفل هذا الفيديو ستجد رابط يحتوي على نماذج الاختبارات السابقة، حتى تأخذوا فكرة عن طبيعة هذا الاختبار والأسئلة التي يسألوها. ومن خلال اطلاعي، الأسئلة ليست صعبة صراحة، الأسئلة يعني عادية جدا، فقط يريدوا التأكد أن الشخص مهندس. فبعد الانتهاء من فترة مهندس تحت التدريب وانتهاء من كل الاختبارات، يحصل المهندس على لقب مهندس احترافي، وبناء على خبراته السابقة وبناء على خبراته العملية المتراكمة الذي لديه، قد يبدأ يبحث عن عمل أفضل أو حتى يحصل على راتب أعلى في الجهة التي يعمل فيها إذا شعروا أنه مهم جدا للشركة. بالنسبة للآلية التي ذكرناها الآن، هناك بعض الاستثناءات الخاصة بها، وسأعرض على استثناءين مهمين جدا. أولا، بعض الدول لديها اتفاقيات مع كندا، فبالتالي المهندس الاحترافي المعتمد في تلك الدولة يعتبر أيضا مهندس احترافي مقبول في كندا، وهذا يعني أنه سيقفز بعض المراحل ولن يدرس الفترة الطويلة التي قد يطلبها الآخرون، لأنه شهادته معتمدة ولن يضطر إلى الانتظار فترة طويلة أيضا. ومن الدول الموجودة في، لو أخذنا منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، هي دولتان فقط، هي ماليزيا وتركيا. فإذا شخص عنده شهادة جامعية من ماليزيا تعتبر معادل للكندية، وبالتالي يستطيع العمل كمهندس. ومسألة الحصول على شهادة مهندس احترافي لن تكون طويلة بالنسبة له. نفس الأمر ينطبق إلى تركيا. أمر آخر له علاقة بهذا الاستثناء هو أنه كندا جزء من بعض الاتفاقيات مثل واشنطن أكورد، وهي اتفاقية خاصة بالمهندسين. فكل الدول التي في تلك الاتفاقية متفقة على أنه أي مهندس محترف فيها يعتبر مهندس محترف في الدولة الأخرى. فبالتالي إذا الشخص عنده
رخصة مهندس محترف من أحد هذه الدول الموجودة في اتفاقية واشنطن أكورد، فيعتبر أيضا مهندس احترافي في كندا، سيضطر الدخول في نفس البرنامج لكن سيقفز بعض المراحل مثل ماليزيا وتركيا. الاستثناء الثاني هو لنفرض أن الشخص وجد عقد عمل في كندا وتريد شركة توظفه، وكما ذكرنا أن حصول على رخصة المهندس الاحترافي هي خاصة بالذين لديهم إقامة دائمة والذين لديهم الجنسية الكندية. ففي هذه الحالة يعطى استثناء، يعطى رخصة خاصة يسموها رخصة خاصة بالأجانب Foreign License، وهذه الرخصة تخول للشخص العمل كمهندس احترافي. مدة الرخصة لها تاريخ انتهاء وهي قصيرة، ولكن طلباتها أيضا أسهل مراعاة لأن الشخص أتى لعقد عمل فترة معينة وسيعود، فهذا الأمر فعلا موجود. لذلك لا أرجو من أي شخص أن يقلق إذا كان ما عنده الإقامة الدائمة أو غير كندي الجنسية ويخشى أنه لن يحصل على هذه الرخصة، سيحصل عليها إذا عنده عقد عمل من شركة كندية وأيضا عنده الخبرات العملية المطلوبة، الشروط الخمسة التي ذكرناها. وأختم لكم بثلاث نصائح مهمة أرجو من جميع الأشخاص الذين على وشك القدوم إلى كندا أو مخططين للهجرة إلى كندا والعمل كمهندس، أنصحهم بالاستماع لهذه النصائح لأنها بإذن الله تعالى ستكون محورية لهم. أولا، لا تستمع إلى الأصوات السلبية الموجودة في الإنترنت وفي غيرها من القنوات التي تتحدث على مسألة أنه لن تستطيع إيجاد عمل في تخصصك. هذا الأمر غير صحيح، ونحن في أرض الواقع ونتحدث لكم من باب ما نشاهد وما نسمع. ولكن ما يحدث هو أنه قد يكون مثلا شخص ما وفق، فهذا الشخص يتم أخذ مثال وضعه وتعميمه على الجميع. فالغالب هو أن الغالبية تتوفق، بالذات الذين يعملون الأمور التي سأذكرها في الخطوات القادمة إن شاء الله تعالى. فبالتالي أولا لا تستمع للأصوات السلبية، استخير، هذا أهم شيء لازم عليك تفعله إن شاء الله، فإذا استخرت وعملت بالأسباب بإذن الله تعالى ستوفق. الأمر الثاني هو، وهو أمر مهم جدا جدا وهو من الأسباب الرئيسية لأن البعض لا يجد عمل في كندا، هو أهم من حصول على رخصة مهندس احترافي، وهذا الأمر هو مهارات التواصل. الكنديين جدا كبيرين في هذه المسألة وجدا حريصين عليها، قد تكون أذكى مهندس في العالم ولكن إذا لا تستطيع شرح المشروع الذي تعمل له أو تشرح وما يفهم ماذا تقول، لن خبرتك العملية وشهاداتك تعلقها في الحائط فقط، لن تجديك أي نفع في هذه الحالة. فبالتالي لازم تطور مهارات التواصل لديك، لازم يعني إذا في أي نوع من الأصوات الداخل الرأس اللي تقول أنا قادر، أنا جيد، أنا ممتاز، هذا كله ممتاز وجيد ومهم، ولكن أيضا انظر لمهارات التواصل لديك، هل تحتاج تطويرها؟ تحدث مع شخص مثلا متخصص في هذا المجال، أسأله قل له قيمني هل أحتاج أطور هذه المهارة، لأنها جدا جدا مهمة هنا، وفي حالات كثيرة صراحة أهم من المهارات الخاصة بالتخصص. وهنا نتحدث مثلا عن مهارات التحدث من ناحية اللغة الإنجليزية مثلا، مهارات التعامل مع الآخرين، مهارات التقديم البرزنتيشن، مهارات كتابة التقارير، مهارات كتابة الإيميلات، كل هذه الأمور مجتمعة مع بعضها جدا جدا مهمة، وهم يروها من خلال المقابلة الشخصية. إذا نظروا في المقابلة الشخصية وراوا أنهم عندما يسألوك سؤال مثلا أسلوب شرحك ليس أسلوب متعودين على الكنديين من ناحية السمع، هذا قد يؤثر عليك بشكل سلبي. لذلك أبدأ من اليوم، أبدأ في القراءة في النت عن هذا الموضوع، مهارات التواصل، ماذا يريد أصحاب العمل في كندا، لأنها ستساعدك بشكل كبير. الأمر الثالث والأخير هو، وهي نصيحة بصراحة في الكثير قد يعلم بها وقد لا يخبر الآخرين بها، وجود شهادة كندية كجزء من سيرتك الذاتية قد يكون مفتاح مهم والمفتاح الأهم صراحة لدخول باب الوظيفة في كندا. ولا تحتاج لبداية دراستك من الصفر، وهذا اعتقاد خاطئ، يعني كل ما تحتاج فعله هو، وبإذن الله تعالى لو اتبعت النصيحة هذه بإذن الله تعالى ستجد عمل في تخصصك. عندما تقدم للهجرة لكندا مسألة قد تأخذ سنة أو سنة ونصف كذا، خلال هذه الفترة تصفح الجامعات الكندية بالذات الجامعات في الولاية التي تريد الذهاب لها، وادخل على كلية هي كلية الكونتينيوس إديكيشن، كلية التعليم المستمر، توجد عندهم برامج كثيرة تعليمية يمكن عملها من خلال عن بعد من خلال الانترنت. لنفرض ان الشخص مهندس كمبيوتر، قم بدراسه سيرتيفيكيت ان كمبيوتر انجينيرنج او سيرتيفيكيت ان كمبيوتر ان نتورك ادمنستريتور حسب تخصصك، ابحث عن دوره
من مستوى سيرتيفيكات، لانه لديهم يكون سيرتيفيكات ودبلومه، لا تحتاج الدبلومه، تحتاج فقط السيرتيفيكات في تخصصك ودروسها عن بعد. بعد ذلك ماذا سيحدث بعد ان تنهي ان شاء الله وتكون وقت انتهيت من التقديم وانت على وشك السفر الى كندا؟ في سيرتك الذاتية آخر شهادة دراسية ستكون تلك التي درستها في كندا، لأن الكثير من أرباب العمل عندما لا يروا أي جامعة كندية في سيرتك الذاتية في بعض الأحيان يكون شاكين في مقدار جودة خبرتك العملية وجودة تعليمك، يعني لأنه الشخص قد لا يعرف، مثلا أنت متخرج من جامعة عظيمة، مثلا جامعة ممتازة جدا في 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 دولة ما، لكن هم لأنهم لا يعرفوا تلك الجامعة لا يستطيعوا تقييم مستواك، لكن عندما يروا جامعة كندية في سيرتك الذاتية أوكي يقولوا. فبالتالي هذا أمر مهم جدا وسهل عليك القيام به، وسيجعل سيجعل فرق كبير جدا في الفرص التي ستأتيك في المستقبل. شكرا على المشاهدة، وكل الجهات التي ذكرتها ستجد الروابط الخاصة بمواقعنا الإلكترونية موجودة أسفل هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى تستمر هذه الفيديوهات إن شاء الله ونستمر في إفادتكم، ولا تنسوا أيضا مشاركة الفيديو مع أي شخص يريد الذهاب إلى كندا والعمل كمهندس حتى يعرف الخطوات المهمة التي يجب عليه القيام بها وحتى يستفيد. شكرا للمشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله سأتحدث معكم عن موضوع اقترحتموه علي في هذا الفيديو، اللي استقبل فيه اقتراحاتكم وأراكم عن المواضيع الجديدة اللي تحبوا إني أناقشها معكم، وأتمنى إن شاء الله إن اقتراحاتكم تستمر، وإن شاء الله سأستمر في أخذ المواضيع اللي